وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لأنه كما ذكرنا الهداية من الله. لعد شنو دورنا إحنا؟ دورنا أن نجعل أنفسنا قابلة لهذه الهداية. بحسن الاختيار الإنسان يجعل نفسه قابلة لتلك الهداية. الله يشوف هذا الإنسان قلبه قابل للهداية فيهديه. وأحيانا واحد بسوء اختياره يجعل قلبه رافضا للهداية، فالله سبحانه وتعالى يطبع على قلبه يضله.